اسالك على عبد الله السعيد وشيكابالا، السؤال دايما دا هو هل ينفع عبد الله السعيد وشيكابالا يبقوا مع بعض في نفس التوقيت مع بدايه المباراه ولا لا؟ هل شفت دوت كان مفيد النهارده ولا لا؟ شوف يا ريت تقول لك يا عبد الله يا في الملعب. تمام، اولا في اصنام في الكوره لازم تبدا تتكسر آه. آه. نفس المقوله كنا بنسمعها تقريبا قريب <applause> في ريال مدريد يا اما توني كروس او لوكا مودريتش والاثنين عملوا موسم جامد جدا السنه اللي فاتت. فدلوقتي المقياس بقى بالمردود الفني اللي اللعيب نفسه هيقدر يقدمه في الملعب اولا عبد الله السعيد مش بيلعب في نفس المكان بتاع شيكابالا لو الاثنين مثلا بيلعبوا في نص الملعب لو اثنين بيلعبوا مثلا في مراكز متاخره زي مركز المدافع فانت هنا هتقدر تتكلم ان اثنين الملعب ما يستحملش الاثنين ولكن الاثنين بيلعبوا ممتاز. في في مراكز بعيد عن بعض شويه مش انت مش الملعب هتحملهم او لا تحملهم انت شايف انه عادي لا شايف انه عادي النهارده شفنا المردود الفني بتاع عبد الله السعيد كان عامل ازاي في حاله سابقه هنا كنا بنتكلم عن تحليل صفقه عبدالله الله السعيد قدمنا جزء من خلالها ان قد ايه عبد الله السعيد في الشكل الدفاعي اتطور بشكل كبير جدا وده ان عبد الله لعيب ذكي الاي كيو بتاعه عالي جدا بيقدر يطور من نفسه عبد الله السعيد النهارده في كذا كوره منها الكوره اللي من صف فيها شفنا عبد الله السعيد عامل عامل سبرنت ورجع بيعمل كفرنج مكانه ممتازم. فلا المقوله دي اعتقد غلط تماما تمام. المقوله دي ممكن نتكلم فيها لو الاثنين بيلعبوا في سايد واحد مفهوم. ان شيكابالا مثلا بيلعب وينج رايت وعبد الله بيلعب باك رايت تحتيه هل الاثنين هيستحملوا يروحوا يجوا مع بعض ولا لا فالموضوع طيب.